تحل اليوم الذكرى 52 لانياحة مثلث الرحمات قداسة البابا كيرلس السادس، وكذلك الذكرى 10 للاعتراف به قديسا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. نتابع المزيد في التقرير التالي. منذ 52 عاما تنيح مثلث الرحمات قداسة البابا كيرلس السادس في 9 مارس عام 1971. ولد عازر يوسف عطاء في 8 أغسطس عام 1902، وبعد حصوله على البكالوريا عمل في إحدى شركات الملاحة بالإسكندرية. وعلى الرغم من نجاحه في عمله، فإن حبه للرهبنة كان أقوى، فترهب باسم مينا البراموسي في 25 فبراير عام 1928 بدير البراموس بوادي النطرون، واختير بالقرعة الهيكلية في 19 أبريل عام 1959 ليصير بابا الإسكندرية 116، ليجلس على كرسي ماري ماركوس 11 عاما و9 أشهر و29 يوم. جمعت البابا كيرلس السادس بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر علاقة وطيدة مملوءة بالمحبة والاحترام، تجلت في زيارة البابا كيرلس لعبد الناصر في منزله، كما أصدر عبد الناصر قرارا بأن تساهم الدولة ب500,000 جنيه في بناء الكاتدرائية الجديدة بالعباسية، نصفها يدفع نقدا ونصفها الآخر يقدم عينا بواسطة شركات المقاولات التابعة للقطاع العام والتي عهد إليها عملية البناء. كما شارك عبد الناصر في وضع حجر أساس الكاتدرائية وألقى كلمة خلال افتتاحها. أيها الأخوة، حينما تقابلت أخيرا مع البابا في منزلي في بناء الكاتدرائية وأن الحكومة مستعدة للمساهمة في هذا الموضوع، ولم يكن قصدي من هذا فعلا المساهمة المادية، فالمساهمة المادية أمرها سهل وأمرها يسير، ولكني كنت أقصد الناحية المعنوية. نادى الدين المسيحي ونادى الدين الإسلامي بالمحبة، ونادى الدين المسيحي ونادى الدين الإسلامي بالمساواة وتكافؤ الفرص، نادوا بالعمل من أجل الفقراء ومن أجل المساكين ومن أجل العاملين. استنكرت الأديان الاستغلال بكل معاني والاستعباد بكل معاني، وكلنا نعلم أن المسيح عليه السلام كان ضحية للاستعباد وذل استعباد الاحتلال الروماني وذل الاحتلال الروماني، وتحمل من العذاب ما لم يتحمله بشر. كلنا نعلم هذا، ولكنه تحمل هذا في سبيل رسالته السماوية وفي سبيل نشر الدعوة، لأن هذا العذاب وهذا الأمل جعل منه المثل الأعلى في كل بقاع العالم. وبعد هذا خرج المسيحيون في كل العالم يدعون للدين الإلهي ويتقبلون العذاب بصبر وإيمان، وكان دائما لسانهم يدعو رغم العذاب إلى المحبة وإلى الأخاء. سنوات من المحبة والعطاء في حياة رجل الصلاة الذي تتواكب ذكرى نياحته مع احتفال مصر بيوم الشهيد، ولم لا وقد اختار البابا كيرلس طواعية الموت عن العالم وتكريس حياته لخدمة الله والوطن.